الناس في فلسطين مش مشغولين بحرارة الجو، الناس في فلسطين مش مشغولين بلحوم الأضاحي، الناس في فلسطين مشغولين بالحياة، الناس في فلسطين. وده مهم جدا انك تقول فلسطين، مش غزة، مش الضفة، مش مدينة، مش مخيم، مش قرية، فلسطين. على رأي محمود درويش، على هذه الأرض كانت فلسطين ولا زالت فلسطين. الناس في فلسطين مشغولين بالبحث عن الحياة، وللأسف الحكومات في العالم مشغولة بالبحث عن كيفية إبعاد الحياة عن فلسطين. فلسطين لا تعرف العيد. تخيل أنه أول مشهد في التقرير اللي احنا شفناه سيدة فلسطينية بتسقي الريحان، أعواد الريحان الخضراء. الناس بتدور هناك في فلسطين على أي ملمح من ملامح الحياة يديلهم الأمل. مهما فكرنا إزاي الناس عايشة في فلسطين في العيد، مش هنقدر نوصل لعشر معشار الواقع، لأنه الواقع صعب، مؤلم، مهين. الناس في فلسطين رجعت تعيش في أوضاع وكأنها في عصر حجري، والعالم لحد اللحظة اللي أنا وإنت بنتكلم فيها لا زال يشاهد عن بعد ولا ينشغل بأي أمر عن كثب. معانا على التليفون دكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني. أهلا بك يا دكتور أيمن. تحياتي لك أخي يوسف وكل السادات والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. تحياتنا وكل ليك، أنتم بخير. كل سنة وانت بخير، وأتمنى من قلبي أنه العيد القادم نستطيع فيه أن إحنا يعني نذهب إلى أداء فريضة الحج ونعود إلى القدس حرة عاصمة لفلسطين. وهذا ما نتمناه جميعا إن شاء الله، وما شيء على الله بعيد إن شاء الله. اللهم أمين. الأوضاع أخبارها إيه حتى هذه اللحظة؟ طبعا الوقت من دم في غزة كما تعلم أخي يوسف، وكل يوم يعني هناك نودع كوكب ابن الشهداء. عدد الشهداء يقترب من 38 ألف شهيد و100 ألف جريح. طبعا الأوضاع الإنسانية تزداد سوءا، مجاعة إلى آخره. كما أشرت في تقريرك، في غزة الآن الناس لا تهتم في طبعا في الأضاحي بشكل عام، ولكن تهتم في كيف تنام وتستيقظ. الشعائر العيد سيقتصر في معظم فلسطين على الشعائر الدينية، ليس إلا من سيكون ميسور الحال سيقوم طبعا بتقديم قربانه في عيد في ضحيته، ولكن بشكل عام هناك مآسي في غزة. يعني يأتي العيد وكل البيوت تقريبا إما فقدت واحد أو أكثر أو أصيب لها واحد أو أكثر، ومعظم البيوت هدمت هذه المنازل لم يبقى منها الأطلال. وبالتالي هذا العيد بمعالمه متغيرة بشكل كبير جدا. هو مر علينا عيد الفطر، وهذا عيد الأضحى بتعرف له رونقه الخاص وطباته الخاصة، وبالتالي المعاناة بالتأكيد مؤلمة لكل بيت فلسطيني. يعني نحن لدينا أصدقاء وأحبة فقدناهم، والله وأنه أعزي يعني أعيد على طبعا ذويهم، وكان أعزيهم مرة أخرى. يعني أنت تكلمهم وتتحجر الكلمات وتخرج بدلا منها دموع للأسف الشديد، لأنك لا تستطيع أن تقدم لهم شيء. ومن الشيء الغريب في غزة أخي يوسف أن بعض أصدقائي كلموني حتى لأقوم بذبح ضحية عنهم، يعني رغم كل الموت اللي بيقدموه أثمان، إلى أنهم أيضا يفكرون كيف يقدموا ضحية في العيد. هذه حال الناس الذين لا زالوا يؤمنون بأن الله سيأتي لهم بفرج قريب، ولا يترسون بصراحة. يعلمون أنهم يواجهوا الناس ويواجهوا العالم، وبصراحة لا يترسون لكل ذلك، فقط يركزوا أنهم شاءت الأقدار أن يكونوا في خط المواجهة الأول. هناك ألم بالتأكيد، هناك كان بصراحة أمل يحد الجميع بأن يكون هناك هدنة قبل عيد الأضحى المبارك، وأن يفضي الأمر إلى وقف كامل للحرب، وأن يمر العيد أقل تقدير تضمد به الجراح. لكن هذا للأسف الشديد لم يتم. لا نريد أن نناقش وجهة نظر طبعا الفصائل التي لم تعطي موافقة قرار 27-35. أنا أعتقد كان من الحكمة أن نوافق ونترك الكرة في ملعب العالم لينفذ هذا القرار إن أرادوا، ورغم نحن نعلم أن العالم لن يستطيع أن يلزم الاحتلال الذي سيتنكر لهذا القرار، الذي يتحدث عن أقل تقدير سلطة وطنية واحدة ودولة فلسطينية. لكن لها وجهة نظر كل فصيل، ولكن بالتأكيد كما شرط الشعب الفلسطيني طواه كان
لالتقاط الأنفاس، ورغم كل ذلك هو لم يفقد الأمل وسيستمر بقدر المستطاع بالصمود على أرضه، لأنه لا سبيل لديه إلا الصمود. صحيح. أنا بشكرك جدا يا دكتور أيمن، كل الشكر دكتور أيمن الرقب المحلل السياسي الفلسطيني.